السلطات اللبنانية تسلم ضابطاً منشقاً لسلطة الأسد، والتصعيد ضد وجود السوريين مستمر. مطالب دولية بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية ضد الشعب السوري، ومخاوف من إعادة استخدام سلطة الأسد للأسلحة الكيماوية. دخل محدود وأسعار مرتفعة، غلاء أسعار لحوم المواشي في عفرين يحرم مئات العائلات من الأضحية لهذا العام. نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. سلمت الأجهزة الأمنية اللبنانية ضابطاً منشقاً لسلطة الأسد بعد اعتقاله من مخيم الملعب في إرسال دون عرضه على الأمن العام اللبناني. ومن جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي شارلي ميشيل خلال لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن مسار حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان سوف يتسارع عقب الانتخابات الأوروبية. التفاصيل في التقرير التالي. في تطور خطير تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات تصعيدية بحق اللاجئين السوريين، الأمر الذي يزيد المخاوف لديهم عقب بدء الأجهزة الأمنية تسليم ضباط منشقين إلى سلطة الأسد. الحكومة اللبنانية لم تكتفي بترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق سلطة الأسد وحسب، بل أصبحت تسلمهم باليد إلى سلطة الأسد. صحيفة ليفانت نيوز نقلت عن مصادر لم تسمها إن مخابرات الجيش اللبناني فرع أبلح قام بتسليم الضابط المنشق عبد الله عبد السلام الزهوري الذي اعتقل في أواخر شهر أيار الفائت من مخيم الملعب في عرسال من قبل المخابرات اللبنانية إلى الفرع 291 التابع لسلطة الأسد دون عرضه على الأمن العام اللبناني. كما تم اعتقال سعد الزهوري خلال ذهابه لحضور جلسة محاكمة في المحكمة العسكرية وتحويله إلى الأمن العام، واتخذ قرار بتسليمه من مدير الأمن العام. حادثتان تشير إلى أن الحكومة تتخذ مرحلة جديدة في التعامل مع المعارضين لسلطة الأسد، خاصة المنشقين عنه، وعدم الأخذ بعين الاعتبار حساسية تسليمهم. حملة الاعتقالات تأتي ضمن تصعيد تقوم به الأجهزة الأمنية اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، إضافة إلى خلق ذرائع لتبرير ممارساتها. الجيش اللبناني قال عبر صفحته على منصة إكس إنه تم إيقاف أكثر من 500 شخص من مختلف الجنسيات لتورطهم بجرائم وجنح متعددة، إضافة لضبط أسلحة وذخائر وكميات من المخدرات وكاميرات مراقبة. كما أعلن في إحصائية عن توقيف أكثر من 1000 سوري خلال شهر أيار الماضي حاولوا الدخول إلى البلاد بطريقة غير شرعية. وعلى الصعيد السياسي، أشار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن مسار حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان سوف يتسارع عقب الانتخابات الأوروبية، في حين تبدو أن تلك التصريحات لم تحدث أي تداعيات ملموسة. فرغم التحذيرات الدولية أن سوريا ليست بلد آمن لعودة اللاجئين السوريين، تستمر الأجهزة الأمنية والحكومة اللبنانية بترحيل السوريين إلى مناطق سلطة الأسد دون أي تحرك فعلي ينهي معاناتهم، وهو ما يدفع بالمزيد من السوريين ربما للبحث عن طرق للهجرة والهروب نحو بلد جديد. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عزاز السيد معن الزهوري، قريب الضابط المنشق عن سلطة الأسد والذي تم تسليمه من قبل السلطات اللبنانية، والسيدة ديالة شحادة، حقوقية لبنانية مهتمة بشؤون اللاجئين السوريين. أهلا بكما. نبدأ معك سيد معن، هل استطعتم التوصل لمعلومات دقيقة عن قريبكم الضابط الذي سلم لسلطة الأسد؟ سيد معن هل تسمعني؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع لست؟ نعم مسموع. هل توصلتم لمعلومات دقيقة عن قريبكم الضابط الذي سلم لسلطة الأسد؟
تفضل إيه أسمعك. تمام أنستي، سمعت الجزء الأول من السؤال. أنستي، بالنسبة للمعلومات الموجودة لدينا حول النقيب عبد السلام الزهري، أنه تم اعتقاله بتاريخ 27/5 من حي الملعب، مخيم حي الملعب بمنطقة أرسال، وجاءنا خبر من أهل الضابط عبد السلام بالأمس بأنه تم تسليمه إلى مخابرات أو إلى نظام الأسد. طبعا ما في، لا يوجد اي قرار رسمي او يعني مذكره توقيف رسميه وتسليمه اصولا اما لاهله او غيره، الا الخبر اتى عن طريق اهله بانه سلم للفرع 251. نعم، هل طبعا هناك بهذا سيد الصدد، معن، هل هناك بهذا أي الصدد معلومات أبستي، سيد نعم معن، هل هناك بهذا أي تهمة وجهت له قبل أن يتم اعتقاله من قبل الأجهزة اللبنانية؟ بالاساس بالنسبه للضابط عبد الله موجود بلبنان من عام 2012، يعني انشق عن نظام الاسد، لم يشارك باي اعمال عسكريه، دخل الى لبنان بصفه لاجئ، فليس هناك اي تهمه قد توجه له، يعني موجود حاليا بلبنان بصفه لاجئ، شانه شان الاهالي الموجودين، يعني اهل القصير وريف القصير وايضا منطقه القلم وكلات الموجودين، اكثرهم في منطقه عرسال ونواحيها. فهذا بالنسبه لوضع الضابط عبد الله. في مجموعه من المحامين، انسي اخر ما يعني وصلنا اليه، انه مجموعه من المحامين في لبنان قاموا باخبار الى محكمه التمييز اللبنانيه في قضيه اختفاء الضابط عبد الله الزهري، وتتم متابعه حالته الان. نعم، ننتقل إليك سيدة ديالا، ما هو مصير الضابط المنشق الذي سلم لسلطة الأسد؟ مصير الضباط المنشقين عن الجيش السوري، خصوصا الذين هم مطلوبون لأسباب سياسية ليست فقط لعلة الانشقاق، هو مصير مئات الآلاف من السوريين الذين هم في عداد المفقودين أو المقتولين أو المعتقلين تعسفيا أو الخاضعين لأشكال مختلفة من الاضطهاد والتعذيب. المحزن والمعيب بأن الدولة اللبنانية في قوانينها المحلية الوطنية وليس فقط التزاماتها الدولية تحظر أي تسليم لأشخاص بأغراض سياسية، هذا الأمر ملحوظ في قانون العقوبات اللبناني، وكذلك هذا الأمر ملحوظ في اتفاقية التعاون القضائي بين لبنان وسوريا الموقعة منذ العام 1951. ولكن المعلومات المتوفرة لدي حتى هو أن هناك إجراءات مشابهة تقوم بها شعبة المعلومات في الأمن العام، التي لا تقوم بتوقيفات خارجة عن الأصول الإدارية من دون أن تقوم بتسجيل أسماء الأشخاص الذين توقفهم بشكل مقصود وبناء على طلبات من السلطات السورية، وتقوم بتسليمهم للفرقة نعم. الرابعة السورية في الجانب السوري من الحدود السورية اللبنانية. نعم سيدة ديالا، هناك شخص آخر يدعى سعد الزهوري كان قد اعتقل أيضا، هل هناك سبيل لإيقاف العمليات المتعلقة بالمنشقين ومن عليهم خطر حقيقي؟ من الإجابة القانونية أن السبيل هو لدى القضاء اللبناني، ولكن للأسف أن القضاء اللبناني على ما يبدو هو أضعف من الأجهزة الأمنية التي تأتمر بإمرة رؤساء هذه الأجهزة والحكومة اللبنانية والأحزاب اللبنانية، وليس بإمرة القضاء كما تقضي القوانين. ولكن إذا كنا نريد أن نفتش عن حل مفيد، فالحل طبعا يكون باللجوء إلى المراجع التي هي مانحة للدولة اللبنانية، مانحة لهذه الأجهزة الأمنية، من أجل أن نطالبها بأن تقوم بالضغط لكي تلزم هذه الأجهزة باحترام الحد الأدنى المقبول من حقوق الإنسان، وكذلك الالتزام بالقوانين اللبنانية وليس فقط الالتزامات القانونية الدولية للبنان. نعم، أشكركما السيد معن الزهوري قريب الضابط المنشق عن سلطة الأسد والذي تم تسليمه من قبل السلطات اللبنانية، كنت معنا من عزاز، والسيدة ديالا شحادة حقوقية لبنانية مهتمة بشؤون اللاجئين السوريين كنت معنا من بيروت. تواجه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل اللازم لدعم اللاجئين خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وتلقت المفوضية حوالي 64 مليون دولار فقط،
وهو ما يمثل 17% من احتياجاتها التمويلية التي تقدر ب 374.8 مليون دولار لهذا العام. وكشفت المفوضية عن ازدياد مثير للقلق في معدلات الفقر بين اللاجئين في عام 2023. تم تصنيف 67% من اللاجئين المسجلين على أنهم فقراء مقارنة ب 57% في عام 2021. أكد ممثل الولايات المتحدة البديل للشؤون السياسية الخاصة روبرت وود بأن سلطة الأسد مستمرة في تجاهل التزاماتها بالامتثال اتفاقية الأسلحة الكيميائية والقرار 2118. من جانبه قالت نائبة المنسق السياسي في وزارة الخارجية البريطانية لورا ديكس إن سلطة الأسد لا تزال تمتلك الأسلحة الكيميائية حتى اليوم. التفاصيل في التقرير التالي. مجددا يعود ملف الأسلحة الكيماوية إلى أروقة مجلس الأمن الدولي وسط مخاوف دولية من إعادة استخدام سلطة الأسد للأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا من جديد ضد الشعب السوري. ممثل الولايات المتحدة البديل للشؤون السياسية الخاصة روبرت وود أكد أن سلطة الأسد تتجاهل التزاماتها بالامتثال لقرار 2118 واتفاقية الأسلحة الكيماوية، في حين تشير تحقيقات مستقلة ومتعددة على مدى العقد الماضي إلى أن سلطة الأسد استخدمت الأسلحة الكيماوية بانتهاك متكرر ضد شعبها وفقا لروبوت الذي شدد على أهمية عمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حتى محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات. محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية ليس مطلب الولايات المتحدة وحسب. الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو جددت دعوة الأمين العام لإنهاء الإفلات من العقاب لجميع أولئك الذين يجرؤون على استخدام مثل هذه الأسلحة وخاصة ضد المدنيين، مؤكدة على أن استخدام الأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول وانتهاك واضح للقانون الدولي، معبرة عن وجود مخاوف خطيرة بشأن وجود مواد كيميائية غير متوقعة في عينات تم جمعها ما بين عامي 2020 و2023 في العديد من المواقع المعلنة في سوريا. كلامنا كاميتسو أكدته نائبة المنسق السياسي في وزارة الخارجية البريطانية لورا ديكس أن تحليل العينات التي تم جمعها تشير إلى وجود المزيد من أنشطة الإنتاج غير المعلنة، كما أكدت أيضا على أن سلطة الأسد لا تزال تمتلك الأسلحة الكيماوية حتى اليوم، مشددة على أن الفشل في محاسبة سلطة الأسد يقوض البنية الدولية لمنع الانتشار النووي. رغم كل التقارير الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تؤكد تورط سلطة الأسد باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد الشعب السوري، إلا أن عملية المحاسبة لم تبدأ بعد، في حين لا يزال السوريون وذوي الضحايا يعيشون على أمل أن تتم محاسبة كل من تورط في إراقة دمائهم أو قتلهم خنقا. كشف تقرير أممي أن قسد والكيانات التابعة لها أجبرت 231 طفلا على التجنيد القسري في صفوفها بسوريا خلال العام الماضي 2023. جاء ذلك في تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حمل عنوان تقرير الأطفال والصراعات المسلحة، وتضمن بيانات عن تجنيد الأطفال خلال العام الماضي وفق ما نقلت وكالة الأناضول التركية التي اطلعت على التقرير قبل نشره، مشيرا إلى أنه خلال العام 2023 قام حزب العمال الكردستاني والكيانات الأخرى بقتل أو التسبب بإعاقة 8 أطفال، في حين استخدم 31 مدرسة ومستشفى لأنشطته المسلحة. شهدت مدن الباب والراعي ومارع بريف حلب أمس الأربعاء احتجاجات رافضة لدخول القوات الروسية إلى الشمال السوري، كما شهدت مدينة عزاز احتجاجات مشابهة يوم الأربعاء. مراسلنا كان متواجدا واستطلع آراء المحتجين حول هذا الموضوع لنتابع.
نقول للعالم أجمع لن نسمح للروسي القاتل، للروسي المحتل بدخول مناطقنا مهما كلفنا ذلك من ثمن. اليوم نحن هنا في عزاز، هذه المدينة الثائرة التي تحوي مئات الآلاف من المهجرين قسرا بفعل جرائم النظام وجرائم روسيا. نحن هنا لكي نقول بأن الشعب السوري الحر لن يقبل بأي تسوية مع هذا النظام، ولن يقبل بدخول من قتله وشرده إلى هذه المناطق المحررة. لن نقبل لا بالإيراني ولا بالروسي ولا بالنظام. كل يوم نطلع، كل دقيقة وكل ساعة، نحن أصحاب قضية، أصحاب قضية عظيمة، الثورة السورية. اليوم مثل ما شفنا وتابعنا، قال بدهم يدخلوا المحتل الروسي والجيش الروسي على المناطق المحررة في مدينة الباب. يا حيف يا حيف، لك في دم، لك نحن أولياء الدم. نقول للعالم يا أجمع باختصار، لن نصالح هذا النظام المجرم، ولن يدخل أي روسي إلى مناطقنا المحررة. وأناشد جميع الثوار الأحرار الشرفاء بالنزول إلى الشوارع، كفانا تفرقة. لن نسمح بإعادة تعويم هذا النظام المجرم مهما كلفنا ذلك من ثمن. لن نسمح للمحتل الروسي بالدخول إلى أراضينا لتدنيسها إلا على أجسادنا وعلى دمائنا. عهد قطعناه على أنفسنا، عهد قطعناه لشهدائنا ولدماء شهدائنا، وفاء منا لمعتقلينا وللثكالى وصرخات الجرحى والمعتقلين في سجون النظام. عهد قطعناه على أنفسنا بإذن الله تعالى. بعد الفاصل، ياسمين خليل قصة فنانة سورية تحمل رسالة سلام وإبداع. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. تشهد أسواق المواشي في الشمال السوري ارتفاعا كبيرا هذا العام، إذ وصل سعر الكيلو اللحم الخروف الحي إلى 5 دولارات، ما دفع الكثيرين ممن كانوا يرغبون بالتضحية هذا العام للتراجع عن الفكرة. استبدل أضحية هذا العام بشاة يحلبها بعدما صدم بأسعار الأضاحي. أبو حنان من أهالي عفرين راغب بذبح أضحية هذا العام، لكن ارتفاع سعر لحم الخروف حال دون ذلك، حيث تجاوز 5 دولارات للكيلو الواحد للأضحية الحية. والله هالسنة كنت بدي أضحي، والسوق غالي، ما أقدر أجيب أضحي، يعني قلت العملة وصعبة والدنيا مشبوكة بعضها. الله يفرج على الجميع يا رب العالمين. والله كنت ياخذ العنزه مشان البيت، والزلم اسعار غاليه 500 دولار. الحال ليس بافضل عند مربي المواشي. ابو محمد مع ساعات الصباح الباكر يصل الى السوق ويامل بان يحقق مرابح من مواشيه التي تعب على تربيتها طوال العام. يقول ابو محمد ان سعر 5 دولارات للكيلو الواحد لا تصل للتكلفه التي ينفقها على مواشيه من اعلاف وعنايه ومربى. اليوم الفطيمه زمان باع كيلو ب5 دولارات خساره، يعني ما يعني دوبة تفك حالها. والخروف نفس الشيء، على شنو الشعير والعلف قال، يعني اليوم طن الشعير 250 دولار، اذا تركب مركب وجهزه عم يكلفك 10 10 ونص، عرفت علي؟ يعني المشكله العلف غالي. لو احنا لما اشترينا كان السعر غير هيك، لما اشترينا السعر كان 5 وربع 5 ونص، بس اليوم عندك الفطيمه عم تنباع ب4 ونص للخمسه، 5 الا ربع، والخروف نفس الشيء من 5 وتحت. حرام، يعني ما يعني خساره، يعني خساره، يعني تعب على الفاضي. أسباب عديدة تقف وراء غلاء المواشي عللها معظم التجار هنا. كان أبرز تلك الأسباب قلة الدعم المقدم من قبل المنظمات والمجالس المحلية لمربي المواشي، وعدم توفير أعلاف بأسعار مناسبة تساهم بتخفيض تكاليف التربية، ما ينعكس إيجابا على الأسواق ويخفف من تكاليف تربية الأغنام، ليستطيع التجار
من تخفيض الأسعار. تبقى لأضحية العيد رمزيتها الدينية، إلا أنها تكتسب أيضا رمزية خاصة في المناطق المحررة، وهي عدم قدرة نسبة كبيرة من الأهالي على تذوق اللحوم إلا في هذا العيد، إلا أن الغلاء هذا العام قد يحرم الكثيرين من هذه النعمة. أحمد شمالي، حلب اليوم، عفرين. وينضم إلينا من عفرين مراسلنا أحمد الشمالي. أهلا بك أحمد. رغم العزوف عن شراء الأضاحي لدى البعض، لكن الأمر قائم لدى آخرين، لو تحدثنا عن ذلك. نعم بالفعل، تشهد أسواق مدينة عفرين رغم الغلاء حركة شراء أيضا، ولكن هذه عملية الشراء الاعتماد الأساسي عليها يكون من المغترب خارج البلد، والذي يحول النقود لأهليهم وهم يقومون بالشراء والتضحية. ولكن بالنسبة للمناطق المحررة، فالوضع الاقتصادي السيء وضعف القدرة الشرائية تحرم الكثيرين من التضحية بهذه الأسعار، وخصوصا أن أسعار لحم الخروف الحي ارتفعت لأرقام قياسية، 5 دولارات رقم كبير حقيقة هنا في الشمال المحرر، أي اليوم ثمن الأضحية لا يقل عن 300 دولار أمريكي. نعم أحمد، ضعنا في صورة أجواء العيد لديك. نعم، بالنسبة لأجواء العيد حركة، ولكن ليست كعيد الفطر الماضي حقيقة، هناك حركة في الأسواق نشطت بعض الأسواق، ولكن اليوم التركيز هو على الأغنام من هذه الناحية، وخصوص أن يعني هذا الموسم موسم الأضاحي. أيضا المنظمات العاملة في الشمال المحرر بدأت ب شراء لحوم الأضاحي لتوزيعها على المخيمات. بالنسبة لأجواء العيد الأخرى حقيقة لا يعني لا تختلف كثيرا عن العيد السابق. نعم. نعم، ماذا عن بقية التحضيرات أحمد؟ يعني الأهالي يعني كما تحدثت مسبقا، الأهالي يستعدون لهذا العيد من ناحية الأضاحي. أيضا الجمعيات والمنظمات الخيرية، هناك فعاليات ستقام، نشاطات للأطفال، نشاطات ترفيهية وبالأخص للأيتام. أيضا توزيع اللحوم سيكون يشمل أيضا الأيتام وذوي الشهداء والمحتاجين. اليوم التركيز على الشريحة الضعيفة في المجتمع وبالأخص في مخيمات الشمال السوري المحرر التي تعاني من ظروف معيشية صعبة، ولا ننسى ما تعرضت له هذه يعني سكان هذه المخيمات من الزلزال الذي ضرب المنطقة في العام الماضي، ولا يزال أثره واضحا وجليا حتى اليوم. نعم، شكرا لك مراسلنا أحمد الشمالي، كنت معنا من عفرين. ينتظر أهالي جبل الزاوية موسم الكرز كل عام، إذ يعتبر المحصول مصدر رزق للكثيرين، لكن هذا الموسم يشهد تحديات غير مسبوقة نتيجة توقف حركة التصدير، مما يضع المزارعون في مواجهة خسائر محتملة. ينتظر أهالي جبل الزاوية قدوم موسم الكرز بفارغ الصبر، حيث يعد هذا الموسم هاما جدا لسكان المنطقة. يعرف الكرز في جبل الزاوية بجودته العالية وطعمه الفريد، مما يجعله مطلوبا بشدة في الأسواق المحلية والدولية. والله موسم الكرز السنة نوعيته جيدة، مواسمه كويسة، حمله وسط ما هو زيادة، في أنواع أنواع، نوع الأولي كان حميل، نوع الآخر ما هو زيادة، أسعاره كويسة ولكن أسواقه تعباني لأنه ما له سوق تصريف لبرا، قبل يصدر هذا على الإمارات، يصدر على روسيا، يصدر لا ما في حدا تصديره لا ضمن المنطقة اللي نحن فيها للأكل فقط. رغم جودة الكرز الفائقة والطلب الكبير عليه، إلا أن الظروف الصعبة في البلاد حالت دون تصديره إلى الخارج، مما أدى إلى تصريفه محليا فقط. هذا التحدي الاقتصادي يؤثر بشكل مباشر على دخل المزارعين وأرباحهم، حيث يضطرون إلى بيع محصولهم في الأسواق المحلية بأسعار أقل من المتوقع. وبالرغم من ذلك يظل الموسم مصدر رزق للأهالي هنا. والسنة يا للأسف المواسم أغلبيتها مضروبة، يعني ما في ربع موسم على موجب المواسم السنين السابقة الماضية، لذلك وعدم كمان ما في أسعار له، يعني اليوم السعر بيتجاوز من 25 ل 30 ليرة، ما يعادل أقل من دولار،
لاعب توفى يعني تكلفته على المزارع أكثر من هيك، لذلك بنتمنى فتح الطرقات وفتح المعابر من أجل التصدير إلى خارج المنطقة، لأن يوم اللي بيكون في تصدير بتنتعش البلد كله يوتا، أما هون استهلاكه محلي بضل السوق ميت وضعيف. يواجه مزارعو جبل الزاوية صعوبات كبيرة أثناء جني محصول الكرز بسبب قرب المنطقة من خطوط التماس، بما يعرض حياتهم للخطر، حيث يتعين على المزارعين العمل بحذر شديد لتجنب المخاطر. هذا الوضع يعكس التحديات اليومية التي يعيشها السكان في سعيهم للحفاظ على الموسم واستمرارهم في الزراعة. بالرغم من المخاطر الكبيرة التي يواجهها مزارعو جبل الزاوية بقربهم من خطوط التماس، يصرون على حراثة أرضهم والحفاظ على موسم الكرز لأنه مصدر دخلهم الوحيد. أحمد يد، حلب اليوم، جبل الزاوية. ياسمين خليل رسامة من مدينة عفرين بدأت مسيرتها المهنية كمعلمة للغة الكردية، لكن موهبتها في الرسم دفعتها لتصبح معلمة للرسم والفنون الجميلة. ياسمين خليل رسامة من عفرين، طالبة جامعة بجامعة غازي عنتاب علوم اجتماعية ومعلمة رسم بمدرسة المجد الخاصة. أنا بداياتي كانت كله تعلمته ذاتي، يعني من أنا وصغيرة عم بتدرب على حالي، كله كان ذاتي. بدايتي كانت برصاص وفحم، بعدين دربت حالي على الألوان، صرت أرسم جداريات، أرسم على الخشب، على جزع الشجرة، على الحجر، على القماش، جداريات كبيرة، لحتى قدرت أشتغل لوحات معبرة، يعني لأقدر أشارك فيها معارض. شاركت كثير معارض هون بعفرين، شي 5-6 معارض. شاركت بعزاز، بالباب، شاركت بمعرض برلمان بألمانيا كمان، إنه عن طريق النت بعثت لوحتي شاركت فيها كمان. حاليا أنا فتحت مركز خاص لي لأدرب الطلاب الرسم، إنه هون بعفرين هاي المنطقة كتير بحبوا فن والرسم، يعلموا طلاب من هذا الشيء. فكرة المركز يعني كتير عالم تواصلوا معي، يعني عندي صفحة هيك على الفيس وانستا وتيك توك، يعني كنت عم بنشر أعمالي، عم بنشر إيش في طلبات عم برسمها، يعني عم بيجيني طلبات على الصفحات. فمن خلال هذا الشيء إنه العالم كتير تتواصل معي، إنه بدنا نبعث أولادنا عندك مشان يتعلموا. بالأول ما كان عندي مرسم يعني، فبعدين تشجعت يعني أخذ مركز، يعني هو لقيت صعوبة لحتى لقيت مركز، يعني ما كنت حابة أخذه بنص السوق، يعني كتير بيفرق يعني، وهنيك الأسعار شوي غالية، فأخذته شوي بشارع فرعي يعني وفتحته، وأجوا الطلاب. يعني هلأ في تقريبا شي 8-9 طلاب عندي، لأنه هون هلأ في دوام المدرسة، بعد المدرسة بالصيفية رح يكتروا الطلاب عندي، يعني في كتير طلاب رح يجوا يعني يتدربوا الرسم. في طالبات تدربوا عندي 3 شهور وصاروا يرسموا، يعني إنه يشتغلوا طلبيات، ومثل ما كيف أنا عم بنزل على الفيس وهيك صاروا إنه يشتغلوا على الطلب، يعني وصلوا لهي المرحلة اللي أنا بدي إياها. يعني حاليا إنه كان حلمي إنه يصير عندي مركز، يعني صار عندي مركز، بس مو هذا المركز اللي بحلم فيه، يعني إنه تمنيت إنه يكون المركز إلي خاص، مو إنه أجار أو شيء، إنه يكون ملكي إلي مثلا، ويكون عندي طلاب أدربهم يعني، وأطلع أقدر أطلع خارج عفرين يعني بأي دولة كان، يعني إنه أشارك أعمالي، إنه أورجي أعمالي للعالم. انطلق أولمبياد رياضي المستقبل في مدينة عزاز، والذي تشرف على تنظيمه منظمة بنفسج بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم في المناطق المشاركة، إضافة لمديرية الشباب والرياضة. ويشارك في الأولمبياد قرابة 2000 طفل من 6 مناطق موزعين على 154 مدرسة. بمشاركة أكثر من 2000 طفل من مدارس عزاز والراعي ومارع وأخترين وصوران والمخيمات، انطلق أولمبياد رياضي المستقبل على ملعب الشبيبة في مدينة عزاز، وبحضور ممثلين عن الحكومة السورية المؤقتة والمجالس المحلية وعدد من الأهالي. ضمن 4 ألعاب أساسية، كرة قدم، بينج بونج، بالإضافة إلى الشطرنج،
بالإضافة للجري والماراثون. حيكون اليوم هو افتتاح الأولمبياد، شارك بالأولمبياد 154 مدرسة بمناطق تقريبا عدد الأطفال اللي شاركوا فيهم 2200 طفل. حيكون اليوم الافتتاح للأولمبياد وحيستمر خلال 15 يوم، كل يوم حيكون في تصفيات وحيكون في يوم نهائي لتكريم المتفوقين والأوائل. تشرف على الأولمبياد منظمة بنفسج بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومديريات التربية والتعليم في المناطق المشاركة، وتأتي أهمية هذا الأولمبياد من سعيه لتفعيل الأنشطة الرياضية الجماعية والفردية للأطفال وتنمية مواهبهم خلال العطلة الصيفية. اليوم شاركت في افتتاح أولمبياد رياضيي المستقبل وأغنيت أغنية كورال الأمل اللي بتتحدث عن أحلام الأطفال في العالم، وأنا كتير مبسوطة، وشكرا لوزارة التربية والتعليم ومنظمة بنفسج. تضمن الافتتاح عرضا فنيا جسده الأطفال بلوحة رسمت جانبا من معاناة الشعب السوري من قصف وتهجير إلى العيش في الخيام وركوب البحر بحثا عن الأمان، كما أدى الأطفال أنشودة حملت أحلامهم إلى العالم. بعد انتهاء العام الدراسي يسعى القائمون على هذا الأولمبياد تأمين مساحة ترفيهية آمنة للطلاب لتعزيز الثقة لديهم وتنمية مهاراتهم. لؤي اليونس، قناة حلب اليوم، مدينة عزاز. بدأ عدد من مربي الجمال بتربية هذا النوع من الحيوانات في منطقة عفرين وسط صعوبات عديدة يواجهونها تتمثل باختلاف البيئة التي يربى عليها في المناطق الصحراوية وغيرها من الصعوبات التي انعكست على أولئك المربين. على عكس ما هو مألوف رؤية الجمال في البادية، يقوم أنس بتربيتها هنا في عفرين. مهنة تربية الجمال بدأها أجداد أنس من قبل ونقلها معه بعد تهجيره إلى الشمال السوري. ورثناها عن أجدادنا هذه المهنة، ولما تهجرنا على الريف الشمالي بدأنا بمعاناة يعني وافتتاح مربط الجمال الصغير، وبدأنا يعني نحيي هالمهنة. أول ما بدأنا بلشنا بجمال جمالين صغار، ونحنا فتحنا محل إصابة هو يعد من لحم الجمال، ولحم الجمال يعني اليوم متوفر في هذه المنطقة، ونحنا أول من نزلنا على عفرين. صعوبات عديدة يعاني منها مربو الجمال في بيئة مختلفة عن بيئة الجمال الأصلية والتي تعتبر غير مؤهلة لهذا النوع من المواشي، صعوبات أثرت على تربية الجمال وانعكست على المربين هنا. أهم الصعوبات اللي واجهتنا تغيير المناخ على الإبل. الإبل حيوانات صحراوية تعيش بالفادية، غذاءها على الشوك وما يخرج من الأرض. المنطقة هون بعفرين تعد منطقة رطبة وما فيها المراعي اللي بتساعد على توفير الغذاء للإبل. انجبرنا نطعميها علف، والعلف اليوم مكلف. هذا الأمر نحن من أهم الصعوبات عندنا، يعني تغيير التضاريس والغلاء العلف. بسبب تغيير التضاريس في أمراض كثيرة بتواجهها الجمال ما تواجهها بالبرية أو بالبادية. نوعان من الجمال تنتشر في مناطق الشمال السوري، وهما الحر الذي يستخدم للزينة والسباق، والدبش الذي يستخدم للحوم، لكن تربية الجمال لا تزال حتى اليوم في مراحلها الأولى ولم تشهد انتشارا واسعا في المنطقة. تعتبر تربية الجمال موروثا أصيلا لدى فئة كبيرة من السوريين، ولا تزال تفتقر للدعم الذي يمكن المربين من مواصلة جهودهم بتربية الجمال والعمل على تطويرها. فصيل أحمد، حلب اليوم، عفرين. نهاية نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب today tv.net. دمتم برعاية الله.